السلام عليكم الناس زوينين، مرحبا بكم في فيديو جديد ومرحبا بكم في نهار جديد. المهم كنعتذر علاش حنت مابقيتش حطيت لكم شي فيديو، تعطلت شويه مي غير مع الخدمه وبزاف ديال الحوايج. ان شاء الله غادي نسالي الامور ديالي وغادي نولي نحط لكم كل نهار يومين فيديو جديد، غير شويه نسالي شي امور ديالي وانا معكم. والموضوع ديال الفيديو ديالنا اليوم غادي يكون هو الاسئله، غادي نحاول نجاوب على الاسئله ديالكم كاملين، حيت بزاف ديال الاسئله كنلقاهم في لي كومونتير وما كنلقاش الفرصه باش نجاوبكم ونجاوبكم على الاسئله ديالكم. داكشي علاش انا درت هذا الفيديو، باش نجاوبكم على الاسئله ديالكم. وقبل ما نجاوب على الاسئله ديالكم غادي نقول لكم شكرا. علاش ما عرفتش واش كتسمعوني مزيان ولا لا، حيت غادي غير في الشارع وداكشي علاش غادي نشريح في شي قهوه ونحاول نجاوب على الاسئله ديالكم. المهم غادي نقول لكم شكرا. علاش؟ حيت اخيرا القناه ديالي تقبلات من بعد شهرين ديال الخدمه، شهرين ديال الفيديوهات. اخيرا القناه ديالي تقبلات وبطبيعه الحال تقبلات. علاش تقبلات؟ بالفضل ديالكم نتوما وبالفضل ديال الدعم ديالكم نتوما. كل ما كنتوش نتوما ما غاديش تقبل القناه ديالي، دونك نتوما كتشاهدوا الفيديوهات ديالي وكتتبعوني. داكشي علاش شركه اليوتيوب قبلت لي القناه. وكنعاود نقول لكم ثاني شكرا ونقول لكم القادم احلى، غير نسالي شي امور ديالي ان شاء الله، وكاين غير الفيديوهات وكاين غير الجديد وغادي تشوفوا شي حاجه اللي زوينه. المهم ندوزوا للاسئله ديالكم دابا، اللي الصراحه كاينين بزاف ديال الاسئله، غير حاولت نهز شي وحدين اللي غادي نقدر نجاوب عليهم انا واللي عندي عليهم شي معلومات. دونك غادي نجاوب على الاسئله ان شاء الله. غادي نجاوب على السؤال الاول، اللي الصراحه بزاف ديال الشباب كيسولوني هذا السؤال وكنلقاه بزاف في لي كومونتير. كيقول لك انا جيت لاسبانيا فاش نقدر نخدم وانا ما عنديش الورق. غادي نجاوب على هذا السؤال. فاش غادي تقدر؟ قبل ما نجاوب على هذا السؤال، انت جيتي لاسبانيا مع عمرك تشيل شي مدينه، يعني شي مدينه كبيره، فهمتي؟ قبل ما تقاد ورقاتك. علاش؟ حيت المدينه الكبيره ما غاديش تلقى فيها هذيك الخدمه اللي بغيتي انت. دونك انت ديما سير البيبلوات. البيبلوات بحال قلتي المدينه الصغار، يعني هما اللي كيكون فيهم هذيك الخدمه ديال الفلاحه، ويعني الخدمات اللي غادي ديباني بهم حتى تقاد الصوالح ديالك ولا تقاد الامور ديالك. يعني علاش كنقول لك المدن الصغار؟ حيت المدن الصغار تقدر تلقى فيهم سباق، نجار، بزاف ديال الخدامي اللي غادي ديباني بهم حتى تقاد صوالحك، فهمتيني؟ وغادي تجنب حتى البوليس، حتى البوليس ما كيحاولوش، فهمتي؟ البوليس ما كيكونوش بزاف في المدن الصغار باش ما يشدوكش توقع في شي مشكل ثاني. كاين احتمال انهم يرجعوك المغرب، ولا احتمال انهم يطلقوك، ولا تلقوك كيبقى لك الوسخ في الورقات ديالك. يعني خاصك دي محامي ب 500 اورو باش تحيد لك هذاك الوسخ. يعني بزاف ديال المشاكل. داكشي علاش كنعاود نقول لك ثاني، الا جيتي لاسبانيا ولا جيتي حاول تشي ما عندك، يعني كندوي مع الناس اللي ما عندهمش الورق. شي ديما المدن الصغار، يعني باش حتى تقاد صوالحك ومن بعد سير فين ما بغيتي، فهمتيني؟ دونك كاين بزاف ديال الحوايج اللي غادي يقدروا يجيبوا لك المشاكل، بحال التنقل. انت مستقر في شي بلاصه ما تحتاجش انك تبقى تنقل من هنا من هنا من هنا، فهمتي؟ التنقل بزاف هذا يقدر يجبد لك المشاكل، فهمتيني؟ يقدروا يشدوك الله يحفظ، وكي قلت لك تولي ما تعرفش شنو يوقع، يقدروا يرجعوك لبلادك، يقدروا فهمتي تقدر تخلص، تقدر تودي، تقدر فهمتي بزاف ديال الحوايج. وحتى التجمعات، شي واحد يعني مشبوه، فهمتي؟ مشبوه كيبيع لا دروك، كيبيع كتطافق معاه، هذا يقدر يجبد لك المشاكل. تجمعات، حاول ما امكنك تبعد من الصداع، حيت الا جبتي صداع كون على يقين راه يرجعوك ما يعقلوش عليك. وكيبقى لك حتى في حاله تلقوك، كيبقى لك حتى كما كنقولوا حنا، كيبقى لك الوسخ في فهمتي في الباسبور ديالك ولا السميه ديالك، ولا ملي كتبغي تقاد الورقات ديالك راه كيرفضوا لك، كيديروا لك راه فتح انت ديجا عندك المشاكل وعندك صداع، فهمتيني؟ انا جيت هاد القهوه هنا، نيت جيت نشرب شي قهوه منها ونكمل معكم الاسئله ونحيد هاد الماسكاري، نيت حيت كديرونجيني، كنبقى غادي وكنبقى نهز فيها بحال هكا كديرونجيني. انا جيت هاد القهوه هنا في هاد السونطا اللي كتشوفوا فيها هنا ونكمل معكم الاسئله ديالكم.
نجاوب على السؤال الثاني اللي صراحه بزاف ديال الشباب كيسولوني عليه، وكنظن انه 70% ديال الشباب كيعرفوا الجواب ديال هذا السؤال. كيقول لك شحال المده باش نبقى هنا؟ غاسي اميغو على القهوه جات الشيء هيا و كما قلت لكم كيقول لك شحال خاصني المده هنا باش نقاد الوثائق ديالي، او شنو هما الطرق باش نقاد بهم الوثائق ديالي. انا كنعرف جوج طرق اللي كنعرفهم انا. اول حاجه هذه اللي كنظن انه 70% 80% ديال الشباب كيعرفوها، كدوز هذيك المده ديال 3 سنين كتكون ديجا عندك البروفات بانك كاين في اسبانيا، كتكون عندك البروفات كتقرا ولا اي بروفه ديال الطبيب ولا اي حاجه درتها كتبقى عندك هذيك البروفات ديال انك كاين في اسبانيا. ولا الطريقه الثانيه اللي كنظن الطريقه سهله اللي غتقلص لك هذيك المده ديال 3 سنين، انك تضب على شي بنت تزوج بها، تقدر تقاد لك الوثائق ديالك بلا ما تحتاج انك دوز هذيك المده 3 سنين. طاب القهوه بعدا ومن بعد نكمل معكم الاسئله ديالكم. كملوا الاسئله ديالكم. قلت لكم من قبل جوج طرق اللي كاينين. الطريقه الاولى هي 3 سنين، يعني يكون عندك البروفات بانك كاين في اسبانيا هنا، من تسالي هذيك المده 3 سنين تضب على شي كونطات العمل من عند اي خفي هي اللي غتدفع بها. وكي قلت لكم قبل ما يكونش عندك شي مشكل، هذاك الشيء علاش قلت لك تجنب المشاكل، تجنب الصداع باش ما توقعش في شي مشكل من الدفع، يوقع لك شي مشكله يرفضوا لك ولا لا. والطريقه الثانيه الانسب اللي كنظن المهم بزاف ديال الشباب كيديروها هي كيتزوج بشي وحده كتقاضي الوثائق ديالو، كيقلص هذيك المده 3 سنين. والله يسهل لها كل واحد، الله يسهل لها كل واحد بغى يجي لاوروبا ولا هادي، والله يسهل لها جميع الشباب. غير واحد الفكره اللي ما كنشجعهاش هي الهجره السريه، انه واحد كيجي يضب على باطو ولا هادي ويجي 30 واحد ولا 40 واحد يقدروا يموتوا. الله يحفظ. كي كنعاود نقولها لكم، بنادم الشباب ضب على شي كونطا، ضب على شي طريقه اللي انسب، شي طريقه اللي قانونيه. ديما بغيتي تجي حاول دير اي، يعني بزاف ديال الحوايج اللي غادي تقدر تجيبهم، دير الكوميسيا، تكون مصم في شي يعني تكون مصم في شي خدمه، دير فيزا سياحه، بزاف ديال الامور اللي غادي تقدر تجيبهم هنا. تجنب انك تجي تلوح راسك تقدر توصل تقدر ما توصلش. وكنعاود نقول لكم ثاني الله يسهل لها كل واحد. ونكملوا الاسئله ديالكم، نكملوا الاسئله ديالنا. وكان سولني واحد الولد وكان قال لي واش الا جيت لاسبانيا كيشدونا الجمعيات وهادي ويعطونا فين نسكتو، يعني يساعدونا في الاول. كنظن انهم اللي عنده 18 عام والفوق ماشي 100% انهم يشدوك، ولكن اللي قصير او مينور اللي 18 عام والتحت هادوك كيشدوهم كيديهم لي سينتو، يقدروا يعني يقدروا كيتهلاو فيهم وهادي، حتى كيقادو لهم الوثائق ديالهم. واش فهمتيني؟ الكبار ما كنظنش، انه قليل واحد النسبه قليله كيشدوهم واحد المده وكيطلقوهم، ولا بعد ما كيدخلوهمش كاع، فهمتيني؟ داكشي علاش كنلقى انا يعني بعيني كنشوف بزاف ديال الشباب انهم كيجيو هنا، خصوصا هاد الباب، ويعني كيلباد هنا بزاف كيباتوا في الزنقه وهادي، فهمتي؟ كتبقى تشوف يعني كيضرك خاطرك انت، واش فهمتيني؟ بزاف ديال الشباب انهم كيباتوا في الزنقه. داكشي علاش حتى الا بغيتي تهاجر حاول ما تجيش في فصل الشتاء. علاش؟ حتى لما لقيتي فين تبات ولا هادي ما تكافش في الزنقه وما تباتش في الزنقه. ولا جيتي في الصيف يعني وكاين يعني ما كاين لا باد لا والو، تقدر تبات في الزنقه ماشي مشكل، فهمتي؟ دونك الجو مزيان وهادي تقدر تبات في الزنقه ماشي مشكل. اما في الفصل ديال الباد كيما كنظن انك تعذب بزاف. انا كنقول لكم هادشي كنعطيكم دابا جميع المعلومات باش ما تعذبش من حكم التجربه ديالي، ويعني وفهمتي. وكنسولت انا هادشي اللي كنقول لكم غير كنسول، وكنقول لك كنعاود نقول لكم الله يسهل على كل واحد، الله يعاون كل واحد. هادشي اللي بغيت نقول لكم. ندوزوا لسؤال اخر. يعني واحد الولد قال لي على دوك الدراري في لاس بالماس، يعني قال لي تما كاين مكافسين بزاف، او مكافسين عليهم بوليس تما كاين بزاف. غير واحد الغلط اللي كيديروا الشباب انه كيجيو تما كاين، يعني كيجي وما عندوش باسبور، واش فهمتيني؟ دونك هذيك لاس بالماس بحال اللي قلتي شي جزيره، يعني خاصك تاخذ الطياره باش تجي هنا تدخل لاسبانيا
ولا تعاود ثاني تحرق حاجه واحده اخرى فهمتيني. مازال هنا الا ما جيتيش الباسبور وسط اسبان تقدر تدفع في القنصليه تقدر تسنى واحد المده يقادو لك الباسبور ديالك. وواحد فهمتي واحد المشاكل اللي كيديروا الله يهديهم الشباب الله يهديهم بنادم جاي باغي يبدل حياته ما احسن كيولي باغي يتخاصم ودايل بالبلاش ما كاين وكيسكر. واحد الدري صديقي نيت الله جا من تما كاين من لاسبال ما سعاود ليا على هاد المشاكل نيت اللي وقع لي كيوقعوا تما كاين بزاف. قال لك اشنو كيضاموا بعضياتهم ودايل المشاكل تما كاين والصداع وبزاف ديال الصداع داكشي علاش كيضابوهم يديروا معاهم داكشي. حيت هنا شوف انا كنقول لك الا كنتي داخل سوق راسك حقك هنا كتاخذو الا كنتي داخل سوق راسك وكتمشي على القانون يعني وكتشي في القانون راه ما يأديك حتى واحد ما يدو معاك حتى واحد القانون ديالك كتاخذو. ولا كنتي كدير الصداع والمشاكل بحال انا دابا انت طونكيل يعني مريح كندور مع الكاميرا ديالي الناس دايزين حدايا حتى واحد ما مسوق ليا. الا نط بديت كندير في المشاكل وكنصدع غير يجي يوقفوا عليا البوليس هنا ما كاين حتى دقيقه تلقاهم عندك دقيقه ما تلقاهم عندك كون على يقين بحال غير ديرها كتلقاهم عندك فهمتيني. دونك واحد الا دخل الا دخل 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 قاسو هذا ما كاينش لي اديه شي واحد. وكنعاود نقول لكم الله يهدي الشباب فهمتي الله يهديهم. وبنادم جاي هنا باش كي قلت لكم جاي هنا باش يبدل حياته للاحسن بلا ما يبقى يجي يدير المشاكل. الا كنتي بغيتي دير المشاكل بلا ما تحتاج انك تبدل تبدل فهمتي تبدل الدوله ديالك ولا تبدل فيه فهمتي تبدل باش تجي دير المشاكل راه ما غيهزوك غادي يرجعوك ولا غيدوك للحبس. المهم نوضو بعدا نخلصو ونتمشاو شويه ونكملوا الهضره ديالنا. نيت هي هذيك وصل الوقت باش نمشيو ونحاولوا نحبسوا الفيديو هنا ان شاء الله الفيديو جديد هنا سال الفيديو ديالنا. وغنعاود نشكركم علاش حيت بالفضل ديالكم القناه ديالي تفعلات وبالفضل المشاهده ديالكم انني كنزيد نتحفز وكندير فيديوهات جداد. واي موضوع بغيتوني نهضر عليه خلوا لي في الكومونتير تحت كتبوا لي في الكومونتير تحت اي موضوع غادي نهضر عليه ما كاينش مشكل غنحاول ما امكنني نجاوب على جميع الاسئله. ونقول لكم بيس عليكم وتهلاو لي في راسكم والله يسهل لك اي واحد بغى شي حاجه الله يسهل عليه. ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد الله يعاونكم.